بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، تحت العنوان Adding Data Entry. ال Data Entry ديت هي ال Methods، هي ال Tools اللي بتخليك تخلي اليوزر يعمل انترينج للداتا بتاعك. اكيد حضراتكم عارفين طبعا من قيمه انسيرت هروح للكنترولز معايا اتنين داتا انتري، التكست انتري فيلد والنيوميريك انتري فيلد. الفرق ما بين الاثنين ان واحد سبيشال فور تكست والتاني سبيشال فور نمبرز بس يا جماعه. يعني انا ضغطت تكست انتري وبصيت على التريجرز او بصيت على المتغيرات بتاعي، طبعا انا كده انتوا عارفين ان هو بيعمل لي هو لوحده انتري تكست، بيعمل لي متغير اسمه انتري تكست، هو ده من نوع تكست. تمام، لو انا عملت انسرت للكنترولز اللي هي من نوع داتا انتري، تمام، وبصيت على الفاريبلز بتوعي، هو عمل لي نيوميريك انتري دات نمبر، يبقى واحد تكست وداني تاني نمبر، قيمه افتراضيه طبعا زيرو. الفرق ما بين الاثنين ان واحد بيقبل تكست والتاني يا جماعه ما بيقبل، والتاني بيقبل نمبرز. يعني ايه؟ سي، خلينا نعمل مثلا بريفيو للسلايد ديت وبص على اللي فيه التكست. طبعا القيمه اللي فيها تكست ممكن تكتب كلمات وممكن تقبل ارقام، لكن اللي فيها نمبرز انا بحاول اكتب بس مش برضه اكتب معايا، مش هكتب معايا غير نمبرز بس. ايه الفكره؟ عشان هو مش بيعالج غير النمبرز بس. طبعا الناس ايه، اكيد شو استخدمنا القصه ديت قبل كده، يعني او التكست انتري عموما استخدمناها تقريبا قبل كده في القصه بتاعه تعريف المتغيرات والمتغيرات النصيه، واستخدمنا النمبرز كمتغيرات فاريبل بقى، ما استخدمناش التكست انتري من نمبر. فده ممكن يفيد لو هو كان عايز يروح ل رقم معين في البرمجيه، او اذا حضرتك حابب تضيف له الفيتشرز او الابيليتي ديت. تمام، فانت ممكن تستخدمها وتعمل تكست انتري صغير، تقول له لايك، اضغط على المكان اللي انت عايزه علشان تبتدي تروح، حط جنب منها بوتون كده، اكتب مثلا رقم 7، اوكي، تلاقي راح السلايد رقم 7، انت تكون شلون عامل بروجرامنج للقصه ديت. بس الكلام ده عايز منك تصميم دقيق شويه، هو فيتشر برضه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.